السلام عليكم، معاكم محمد سامي. الحقيقه انا جاي النهارده احكي لكم عن حدوته هتعجبكم شويه، حدوته مرتبطه بالالوان وتركيب الالوان. حلقتنا النهارده عن الالوان الاساسيه. كتير بنسمع مصطلح الالوان الاساسيه، وفي مننا مش عارف ايه هي الالوان الاساسيه وايه الفايده منها وليش معنى كلمه اساسيه. ضوء الشمس بتشكله الوان اساسيه والوان فرعيه. الاساسيه معناها ان هي ما بتتكونش من الوان تانية، هو لون ممكن يكون لون تاني لكن هو ما بيتكونش من لون. فاكر انت اسحاق نيوتن؟ اسحاق نيوتن وعكم مش فاكره، انت عارفه كويس بس انا هفكرك بيه. الراجل اللي كان نايم تحت الشجره وقعت عليه تفاحه، ايوه هو ده يا عم، هو ده نيوتن. المهم نيوتن ده عالم انجليزي وله مساهمات كبيره جدا في الرياضيات والفيزياء. قال ايه نيوتن؟ قال ان ضوء الشمس بيتكون من ثلاث الوان اساسيه، الاحمر والاصفر والازرق، وعمل عجل الالوان فيها الالوان الاساسيه والالوان الفرعيه. الالوان الاساسيه زي ما قلنا الاحمر والاصفر والازرق، والفرعيه الالوان اللي بتنتج من خلط الالوان الاساسيه مع بعض. يعني على سبيل المثال الاصفر مع الازرق يدي ايه يدي اخضر، احمر مع ازرق بنفسجي، وهكذا. هتيجي نتكلم النهارده عن الالوان بقى الاساسيه من منطلق تاني خالص، الاحمر والازرق والاصفر. الاحمر ده ايه حكايته؟ الاحمر ده دايما بيرمزوا له بلون العاطفه، حتى تلاقي القلب كده لونه احمر برغم ان في الشات اليومين دول في قلب ازرق واصفر، بس برضه هو الاحمر الاساسي يعني. كمان الاحمر بيرمزوا له بالشجاعه والقوه والحيويه، وعلى الجانب الاخر بيرمزوا له بالغضب. نيجي بقى للون الازرق. اللون الازرق يا سيدي قال لك بيرمز للخيال والحريه. حتى تلاحظ لما تلبس ازرق تلاقي الناس تقول لك انت حر يا سيدي انت حر. لا طبعا، بس هو كمان لون بيدل على الحكمه والاستقرار، واهم حاجه بيدل على الاخلاص. تلاقي الناس اللي بتحب اللون الازرق كده دايما حقيقي يعني مخلصين. اللون الاصفر وده لون جميل جدا ولون هادي، انا شخصيا بحب اللون الاصفر جدا، وهو لون اشعه الشمس، بيرمز دايما للامل والسعاده والايجابيه والوضوح. تلاقي الشخص اللي بيحب اللون الاصفر ده واضح كده. حتى يقول لك انا عايز اجابتك محدده، يا اصفر يا اسود يا ابيض. المهم دي كانت حلقه سريعه عن الالوان الاساسيه علشان نعرف واحنا بنشتغل ايه الالوان اللي ما ينفعش نستغنى عنها اثناء الرسم، وايه الالوان اللي لو مش موجوده ممكن نكونها. فاذا وانت بتشتغل لازم عندك ثلاث الوان طبعا، اضافه الى وجود اللون الابيض يكون عندك طبعا اللون الاحمر والاصفر والازرق، لان سهل جدا تكون اللون البرتقاني، تكون اللون الاخضر، تكون اللون البنفسجي، تكون اللون البني، وهكذا. اتمنى الحلقه تكون سهله وتكون معلومه سريعه وسهله. لو عجبتكم المعلومه ما تنساش نعمل لايك وشير، ولو اول مره بتتابعنا ما تنساش نعمل سبسكرايب. اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه. السلام عليكم.